حبايبي طلاب سينيور 1 و2 و3 في المرحلة الثانوية، كل عام وانتم بخير. نفسك تكون مهندس، نفسك تكون دكتور، نفسك تكون ناجح في مجالك، احنا بنرتب لك الموضوع ده من دلوقتي. حط هدف واشتغل عليه كويس عشان توصل. احنا بقى بنعمل ايه؟ بنساعدك على الوصول لهدفك ده. لازم نساعدك في طريقة مذاكرتك، في توصيل المعلومة، وقبل ده كله لازم نفسيتك تكون مؤهلة لده. علشان كده زي ما انتوا سمعتوا في اول الفيديو، احنا بنفكر ازاي نكون جنبك وفي ظهرك لغايه اما تحقق هدفك. فهتلاقي عندك في التيم بتاعنا اخصائي نفسي، هتلاقي عندك متخصص في الماده العلميه، هتلاقيني انا اول واحد برد على اسئلتك في الماده العلميه. المتابعه مش اني ازعق لك لما ما تعملش الهوم ورك، المتابعه اني لازم اطمن انك خرجت من الحصه فاهم بنفسك كويس قوي، واطمن انك هتعرف تحل الهوم وورك في البيت لوحدك. لو حاجه وقفت معاك احنا معاك على الواتساب. الجديد بقى ان احنا كمان موجودين اونلاين على ابلكيشن باسمنا، وبالتالي هتبقى متواصل معانا دايما وتقدر تعيد وتزيد في الماده العلميه براحتك، واحنا زي ما قلنا لك تيم كامل متكامل في ظهرك لغايه الكليه اللي انت نفسك توصلها. خليك معانا مع تيم دكتور محمد سامي.